واحنا بتقول احب اخذ مشورتك في حياتي الخاصة، انني انسى كبك اليد، 38 سنة عمرها كده، وتقدم لي عريس 53 سنة، وهو شخص ممتاز في كل شيء، لكن ينقص حاجة واحدة، انه قصير عنها ب 12 سنتي ونص. طب تاخد ايه تحت باطك؟ حلوة ما يكملش. انا خايف لو انتظرت لسن 40 يجي لك واحد اقصر منك ب 30 سنتي. يا بنتي ليس بالطول ولا بالقصر، انما بالحياه الهادئه الطيبه اللي تعيشوا فيها مع بعض. ماذا افعل؟ اذا كان انسان ممتاز امشوا في الموضوع وما يهمكيش. وقولي له حتى يطول.